رغم عبد الدايم، اهلا وسهلا فيك معنا بابتحلى الحياه. انت منيحه؟ وي سبا، انت كيف؟ الحمد لله. عم بضاين معاشك لاخر الشهر؟ صراحه ما كثير اكيد، بس منجرب دائما ان هيك نشجده ليخلص على الاخر. بدك تعلمينا كيف نصمم؟ اكيد 100%. كيف نتجنب الفوضى باداره مصرياتنا هلا؟ كانوا في مسرحيه ل هلا ما نعاد نسمي، كانوا يقولوا معاش المعاش لاخر الشهر، يعني ما بيعيش. كيف فينا نعيشوا لهالمعاش شوي؟ كارلا، انا اول شيء حابه اتوجه لربات المنازل، ان كانوا امياتنا او اخواتنا او حتى المستلمين اداره المنزل، اللي عليهم مسؤوليات كثيره ومنوعه، وبما انه زادت المتطلبات والاعباء المعيشيه، لازم يكون في اداره سليمه للمدخول، واكيد تحضير مسبق وصحيح لكل شيء. ودائما بنسمع اشخاص عم يشتكوا بيقولوا انه بطل معنا مصاري ناطرين لشهر الجاي. صحتنا الماليه مثل ما بيقولوا هي بتكون بخطر لما نحس انه رصيدنا بلش يخلص قبل اخر الشهر، ومنصير نسال حالنا انه وين عم بيروح كل هالمدخول. من هون تخطيط المال الشخصي كتير مهم، لانه من خلاله بنكون عم نتجنب متاعب كتير مش متوقعينها، مش مستنظرينها، وبتخلق هون الفوضى الماليه اللي بتعني انه بصرف كل شيء بجيبتي بلا ما فكروا. فكيف هون بدنا نقسم معاشنا على حاجاتنا الأساسية؟ مزبوط. بتصور لازم ننطلع من الأمورنا الأساسية. صح. كيف نقسمها؟ هون بدنا أول شيء نقول إنه إحنا كيف رح نقدر نتجنب هالفوضى. هون بيجي دور المرأة اللي هي بالبيت، اللي هو كتير مهم إنها تعرف تقسم أولوياتها. صح. وترشد أولادها إنه يعرفوا يديروا يتعلموا على الإدارة الصحيحة لنتجنب أي هدر معقول يصير. ونصيحة بسيطة إنه الكوبل بالبيت لازم مرة بالشهر لو حتى لمدة ساعة يقعدوا سوا يعملوا شيء اسمه جردة مالية ليعرفوا ميزانية هالعيلة بطريقة كتير سيمبل ومبسطة. كيف؟ برجع لقلك عن قصة عن النسب. هلأ النسب اللي حأعطيها هي تقريبية، أكيد مرات بتزيد بتنقص حسب مدخول كل شخص وحسب الوضع اللي هو فيه، يعني إذا كان المدخول ثابت أو متحرر. بس بشكل مثالي مثل ما بيسموه the perfect household budget، بيتقسم ب 35% لازم يكون من مدخولنا، 35% بيروح لسكشن او لشيء لقسم اسمه هاوسينج اللي هو الخدمات، اللي بيتضمن الاجار اذا كان موجود، الكهرباء، المي، التدفئه وغيره. 25% تليفون. لا هلا التليفون، التليفون هو بيروح ضمن القسم اللي هو الخدم الحاجات او ما يعرف باللايف، اللي هو لازم يحتل 25% من مدخوله. كمان الحاجات بتتضمن الكهرباء، سوري التليفون مثل ما قلت، التياب، الاكل، طباب، كل شيء انترتينمنت. انا فيكيشنز عملت لهم بلانينج. 15% بتروح لمصاريف النقل، كل شيء ترانسبورتيشن. بيبقى كمان عنا 15% تانين هي اذا كان في عنا ديون نحن لازم نسددها. اخر نسبه اللي هي 10% اللي هي نسبه ضئيله اذا بنسمعها، بس هي اهم نسبه بالمدخول، اللي هي بتروح للسيفنجز او الادخار. هي نسبه قليله بس كثير مهمه للحالات الطارئه ولاعاده استثمارها بمشاريع مستقبليه انا مفكره فيها. خبي قرشك الابيض ليوم. 100%. نغم، نحن لازم نحط على جنب بغض النظر شو ما كان مصروفنا او معاشنا. طبعا اكيد، لانه ما حدا بيعرف، ومثل ما قلت خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، لانه احنا ما بنعرف مهما كان مدخولنا حتى لو عالي، ما بنعرف نحن شو هي الازمه اللي رح تطرق علينا، لا سمح الله شيء صحي، ما قلت تعطل سيارتنا، ما حدا بنعرف. فدائما بنضل سيف سايد مثل ما بيقولوا، وعندنا هالبرسنتج اللي هو مثل كانه بيحمينا. نغم، بس هل هالشيء بيطبق على لبنان؟ يعني نحن بلبنان بندفع الكهرباء مرتين، بندفع الموتور مرتين، بندفع كل شيء مرتين، والمعاش اصلا ما بيقدي ولا مره لمره واحده. يعني 100%. يعني الدراسه اللي عم نقوم فيها بس كرمال تنكون شفافين كمان قدام المشاهدين. صح. هل هالشيء بيطبق عن جد؟ أكيد. قادرين نحن نطبقه؟ صح. هلا هالنسب او هالهاوس هولد بادجت هو اكثر شيء بيطبق على الطبقه الوسطى بالمجتمع، اللي هي بتحتل القسم الاكبر بالمجتمع، خاصه المجتمع اللبناني.
بالوضع المستقر يعني نحن وضعنا الستيبل اكيد بس للاسف انه مش دائما بنقدر نلتزم فيها 100% نظرا اكيد لاختلاف المدخول والازمات والاوضاع 100% بلبنان صح اكيد بس اكيد اذا كان هالبرسنتجز قدرت تطبق على كل طبقات المجتمع المجتمع رح يكون بألف خير ان شاء الله بتصور ان اللبناني ان شاء الله على امل بتصور انه اللبناني صار واعي انه نحن عندنا نقطع بمطبات بلبنان وازمات فلذلك لازم ندخر على جنب لا امور ذكرتيها ودائما لازم نحسب حسابنا لبعدين نحسب حساب لبعدين لكل حاله ما قلت تطرق علينا شكرا لك نغم عبد الدايم ولكل النصايح يلي بتقدمي لنا اياها